عهد الشعب المصري بأنني سأسهر على. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حملته الانتخابية وعودا سياسية إتماما لخارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة بعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي. لقد بذلت القوات المسلحة. بموجب هذه الخطة وضع الدستور واستفتي عليه وأجريت انتخابات رئاسية، إلا أن الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في نهاية عام 2014 لم تجرى حتى الآن بعد تأجيلها لأكثر من مرة وسط أزمة عدم دستورية قانون الانتخابات. ومع غياب البرلمان تولى السيسي السلطة التشريعية وأصدر مئات التشريعات والقوانين. أكثر هذه القوانين جدلا قانون الكيانات الإرهابية وقانون الجمعيات الأهلية الذي فرض مزيدا من القيود على الجمعيات الأهلية، وأدخل السيسي تعديلات على قانون القضاء العسكري الذي أعطى الجيش ولاية قضائية على أجزاء كبيرة من الممتلكات العامة. السيسي التقى مع رؤساء الأحزاب وطالبهم بتشكيل قائمة موحدة في الانتخابات، وثمن مبادرة الأحزاب بشأن تقديم قانون موحد للانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه حوله لمجلس الوزراء لتفعيله. على الصعيد الخارجي اقتربت مصر أكثر في عهد السيسي من دول الخليج التي دعمت عزل مرسي وقدمت مساعدات مالية كبيرة مثل السعودية والإمارات، كما زار السيسي عددا من الدول الأوروبية إضافة للصين وروسيا لتعزيز العلاقات التجارية والعسكرية. وشهدت علاقة مصر توترا مع قطر وتركيا لرفضهما عزل مرسي، ما أدى إلى السحب المتبادل للسفراء، إلا أن العام الحالي شهد عودة سفير قطر إلى مصر. الشهور الأخيرة شهدت توترا غير معلن بين السعودية ومصر بعد تولي الملك سلمان الحكم في السعودية وتفاقم الملفين السوري واليمني. خطوة أخرى مثيرة للجدل خطاها السيسي خارجيا بتوقيع اتفاق مبادئ حول سد النهضة مع أثيوبيا والسودان، حيث اعتبر الاتفاق أول اعتراف مصري بحق أثيوبيا في بناء السد. لكن الاتفاق شمل أيضا مبادئ تحكم التعاون بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي.